بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الاول ومادة الرياضيات مع المحور الاول من اكون بعنوان حياة صحية، والفصل الثالث منه الدروس من 21 الى 30. والنهاردة لقائنا مع الدرس رقم 28 مفاهيم الانصبة المتساوية والقسمة. تعالوا بينا مع بعض نشوف ازاي هنشتغلوا مع اولادنا في البيت او في المدرسة. طبعا احنا شغالين من دليل المعلم من صفحة 133 لصفحة 136، ده درسنا النهاردة. بالنسبة لأهداف التعلم، ان في خلال الدرس ده التلاميذ هيقوموا بايه، هيعملوا ايه، هيستخدموا المجسمات عشان ينمزجوا عملية القسمة، يعني كنماذج للقسمة، وبرضو في نفس الوقت هيشرحوا العلاقة بين المشاركة بالتساوي وبين التقسيم، وهيستخدموا مجموعة من الاستراتيجيات عشان يحلوا مسائل المشاركة باستخدام القسمة. بالنسبة للمفردات الأساسية، الكلمات الجديدة بدرسنا النهاردة، كلمة المتساوي وكلمة تقسيم وكلمة نصيب عادل وكلمة النمزجة. برضو بالنسبة لحضرتك في تجهيزك أو تحضيرك للدرس بتاع النهاردة، تحضيرك عن التجهيز بي يعني، هتكون مجموعة من 50 عنصر عد، مجموعة واحدة للمعلم ومجموعة واحدة لكل تلميذ، يعني هتختار فيها مثلا عناصر العد اللي هي ممكن خرز، ممكن حاجات زي دي يعدوا بيها، ممكن حبات الفاصوليا، ممكن حصى صغير، الزلط الصغير او اللي هو يعني الصغير خالص ده، برضو مكعبات الوحدة. لما كنا شغالين في الأحاد والعشرات كنا بنتعامل في الوحدات، في الوحدات مع أو الأحاد يعني مع وحدات زي دي، فممكن تشتغل لها انت اذا ما كانش عندك اي امكانيات، ممكن قصصات ورق صغيرة بس ورق مقوى كده، يعني اي وسيلة تشتغل بيها الاولاد، يشتغل بيها الاولاد، المهم المفهوم يوصل لأولادنا. بالنسبة لي برضو التحضير بتاعك، هتجهز المخطط الرئيسي اللي احنا عملناه قبل كده للتفكير مثل عالم الرياضيات، وانا مكبره عشان اللي ما يعني ما شافوش في الفيديوهات اللي فاتت يشوفوا قدامنا. ده المفروض ان احنا بيكون فاضي، وكل ما بنوصل لحاجة بنوضحها وبنسجلها، يعني علماء الرياضيات يثابرون على حل المسائل الصعبة، يعني بيصمدوا ويفكروا، يعني بيعملوا بجد عشان يفهموا المسائل، بيشرحوا طريقة تفكيرهم ويحاولوا ان هم يعني فهم طريقة التفكير بتاعة الآخرين، بيدعموا الحجج بتاعتهم الرياضية باستخدام الكلمات أو الأرقام أو الصور، بيستخدموا كمان النماذج لحل المسائل بتاعتهم، برضو بيختاروا الأدوات المناسبة وبيستخدموها، وبيستخدموا اللي بيعملوه يعني اللي بيعرفوه في الرياضة بيستفيدوا فيه بحل المسائل بتاعتهم. طبعا احنا النهاردة محتاجين حتة بيستخدموا النماذج لحل المسائل. طبعا ده بداية القسمة، يعني تمهيد له بحيث الاولاد يقدروا يستوعبوا يعني ايه قسمة من البداية، يبقى المفهوم داخل عندهم صح، ودي الحتة اللي احنا بنعاني منها كتير واولادنا صعب عليهم القسمة. ياريت نتابع من اول الدرس ده بالنسبة لمسائل القسمة بالذات. في المواد المستخدمة او الوسائل هتستخدم اللي قلنا عليهم دول، بالاضافة للمخطط بتاعنا اللي احنا قلنا عليه بتاع التفكير زي علماء الرياضيات، وبرضو كتاب التلميذ لازم يكون معاهم وقلم رصاص. تعالوا نشوف اول مكون في الدرس بتاعنا اللي هو اربط. بنقول يعني ببدأ بتمهيد كده بمسألة ظريفة. انا اشتريت امبارح علبة فيها 12 حتة بسكوت، قطعة بسكوت من محل من المحلات من متجر يعني، وعايز اشاركها بالتساوي مع صديقي. يا ترى نقدر يعني تقدروا تفكروا معايا كم عدد قطع البسكويت اللي يجب كل واحد مننا اللي يجب عليه ان هو ياخدها؟ طب يمكن لكل واحد منكم ان هو يتكلم مع زميله او يحل المسألة كده في ورقة خارجية. ارفعوا الابهام لاعلى لما تتوصلوا الى اجابة. بدي الفرصة الاول للاولاد ان هم يفكروا، وبعدين بعد ما يتكلموا معايا
بنتحقق مرة تانية هم فكروا ازاي، وهل هم استخدموا عناصر العد ولا لا. اذا كنتوا عايزين تساعدوني طب يلا بينا، انا احل المسألة وانتوا ساعدوني. انا عندي القطع البسكويت بتاعتي ادي واحدة، وبعدين التانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة والتامنة والتسعة والعشرة والحداشر والاتناشر. كده قدام الاولاد طلعت قطع من الورق، طلعت بسكويت، على حسب ما تشوف المناسب معاك ايه. المهم الاولاد يفهموا العملية بتاعتنا. هنحتاج ان احنا نكون مجموعتين، واحدة ليا واحدة لزميلي. طب هل يجب ان تحتوي كل مجموعة على العدد نفسه من القطع بتاعت البسكويت؟ يعني لازم العدد اللي عندي يكون قد العدد اللي عنده؟ اسمع منهم وبعدين اقول. طب مين يقدر يساعدني في ان انا افهم ليه؟ هيقولوا اه طبعا ان لازم يكون اللي عندك قد اللي عنده. طب هنقول ليه بيجب علينا ان تكون القطع دي او المجموعات دي تكون متساوية؟ يعني ليه لازم اللي معايا يكون قد اللي معاه؟ طبعا ده هدف ان انا اوصل لهم معلومة العدالة والمساواة. يعني اذا لم يشر التلاميذ لمفهوم العدل، انت اشرح لهم لان كل شخص يجب ان هو يحصل على نصيب عادل. عادل هنا مش باسمه شخص، عادل هنا بمعنى متساوي، يعني من قطع او عدل، يعني جاء من عدل. يعني عشان نكون عادلين يجب ان تكون المجموعات دي متساوية. هيبدأ اولادنا ونشوف هنعملها ازاي وهنتصرف ازاي. طبعا دول قدامنا محطوطين واحنا عايزين نطلعهم على المجموعتين، يبقى كل واحد هياخد واحدة، يعني واحدة ليا وواحدة لصديقي، والتانية بقى عندي اتنين وصديقي عنده اتنين. اعمل كده وانا ماشي، ده انا عندي تلاتة وصديقي بقى عنده كمان تلاتة. طيب انا بقيت عندي اربعة وصديقي بقى عنده أربعة. طيب أنا عندي خمسة وصديقي بقى عنده خمسة. أنا عندي ستة وصديقي بقى عنده ستة. يا ترى كده خلصوا؟ آه خلصوا، اتساووا. هل أنا اللي معايا قد اللي معاه؟ عدوا كده اللي معايا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، واللي مع صديقي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. يعني احنا اتنين وكل واحد مننا خد ستة. بنقول يا ترى لو كان اللي عندنا أربع أصدقاء كام عدد قطع البسكويت اللي هياخدها كل واحد من الأربعة دول؟ يمكن كل منكم ان هو يتكلم مع زميله او يحل المسألة في ورقة خارجية. ارفعوا الابهام لما تتوصلوا لإجابة، اسمع اجوبتهم وبعدين نوصل بطريقة سهلة وبسيطة خالص. احنا دلوقتي بقينا اربعة، يعني في واحد معايا وفي واحد مع صديقي، يبقى انا واللي معايا هنقسمهم مع بعض، وصديقي واللي معاه هيقسمهم مع بعض. يبقى انا هاخد واحدة وصديقي هياخد واحدة، كمان انا هاخد اتنين كده وصديقي هياخد اتنين. طيب انا هاخد تلاتة وصديقي هياخد تلاتة. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان كل واحد مننا بالشكل ده كده خد تلاتة. برضو هنيجي على صديقي هيدي زميله، هو هياخد واحدة وصديقه هياخد واحدة، وبعدين هو خد اتنين وصديقه خد اتنين، وبعدين هو خد تلاتة وصديقه خد تلاتة. إذن فهمنا ايه دلوقتي؟ فهمنا ان لما كان معانا الاتناشر قطعة وقسمناهم على اتنين كل واحد خد ستة. طيب لما كان معانا الاتناشر قطعة وعايزين نقسمهم على اربعة، يبقى كل واحد خد كام؟ ده انا وده صديقي وده صديقي التاني وده زميله اللي معاه، يعني كده كل واحد واخد تلاتة. ببساطة شديدة جدا حاول ان انت تدخل في الموضوع بالتفاصيل المملة اللي انا بعملها دي. طيب بعد كده هنشوف جزئية تانية في تعلم، ان احنا في خلال بنقول لهم يعني خلال الاسبوع اللي فاتت كنا بنحل المسائل اللي بنبدأ فيها بمجموعة وبنضربها بعدة مرات بعدة طرق، يعني ده طبعا هيخلي المسألة تبقى اكبر. عشان كده النهاردة احنا عايزين نحل مسائل المشاركة بالقسمة. في مسائل المشاركة بالقسمة بنعمل ايه؟ بناخد عدد وبنقسمه لمجموعات صغيرة،
يعني زي ما شفنا كان عندنا ال 12 وقسمناها على 2 مجموعتين وبعدين قسمناها على 4 مجموعات. طب لما نحل مسائل المشاركة بالقسمة زي اللي احنا شفناها دلوقتي وحلناها، عايزين نعرف، عايزين نتأكد من ان كل فرد في المجموعة خد نصيب عادل او كمية متساوية. يلا كده هتعملوا مع زملائكم المجاورين وهنوزع عليكم مجموعات العناصر بتاعة العد اللي انتوا هتعدوا بيها زي ما انا كنت بعد من شوية ال 12 واحدة بتوعي. اسمعوا كده المسألة الكلامية دي. ذهب صديقان عشان يجمعوا الفاكهة مع بعض، جمعوا 14 ثمرة من شجرة، يعني نقول مثلا برتقال مثلا، واتشاركوا فيها هما الاثنين او اقتسم هما الاثنين الفاكهة بالتساوي فيما بينهم. يا ترى عدد الثمار اللي هياخدها كل واحد منهم قد ايه؟ اتعاونوا كده مع زملائكم عشان تحلوا المسألة. ادي برتقانة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، ادي الخمسة، الستة، السبعة، التامنة، التاسعة، العشرة، الحداشر، الاتناشر، التلاتاشر، الاربعتاشر. هنعمل ايه؟ ممكن نمشي بنفس الطريقة برضو. هتقولي ممكن واحد يقول اخد اتنين اتنين، برضو ماشي مش مشكلة مش غلط، لكن يعني نمشي بتأني عشان اولادنا اللي هم محتاجين لمساعدة. العملية دي هتوضح لهم اكتر. دي واحدة للاول ودي واحدة للتاني. طب الاول خد اتنين، التالت هياخد اتنين. طيب الاول هياخد تلاتة، التالت هياخد تلاتة. طيب الرابع، الاول هياخد اربعة، التاني هياخد اربعة. طيب الاول هياخد خمسة، التاني هياخد خمسة. طيب الاول هياخد ستة، التاني هياخد ستة. طيب وبعدين الاول هياخد سبعة والتاني هياخد سبعة. يبقى كده كل واحد من المجموعتين او كل واحد من الصديقين خد سبع ثمرات من الفاكهة بتاعتنا. باي اسلوب يفكر بيه الاولاد رحب بيه. الولد اللي عنده المقدرة يمشي معاك، واللي مش فاهم هيمشي معاك جزئية جزئية بالطريقة دي. يبقى انت كده بتعلم الكل في نفس الوقت وبتشجع اللي عنده فكرة عشان يقولها. هنقول احسنتم بتقسيم 14 ثمرة في مجموعتين متساويين. في طرق او في طريقة تانية كمان اللي بيتدرب، اللي احنا بنتدرب عليها في التفكير زي العلماء، اللي هي النمزجة، ان احنا نعمل نمزجة رياضية. لما بننمزج باستخدام الرياضيات بنستخدم اشياء، بنستخدم رسوم رياضية، بنستخدم معادلات عشان تساعدنا في حل المسائل اللي موجودة في عالمنا الواقعي اللي احنا عايشين فيه. تعالوا نضيف يعني دعونا نضيف العلماء الرياضيات بيستخدموا ايه النمذجة دي، نضيفها على المخطط الرئيسي بتاعنا. طبعا المخطط عندنا احنا جاهز، لكن احنا لو انتوا ماشيين زي ما قلنا من الاول ان مش هتبقى كاتب فيه جاهزين دول كلهم، انت وصلت لغاية دي فبتيجي تضيف عليهم اللي هي يستخدمون النماذج لحل المسائل. ويبدأوا الأولاد يشوفوا إزاي هنستخدم النماذج في حل المسائل. هتقول لهم تابعوا معايا كده. أنا هرسم صورة تعرض المسألة اللي احنا عملناها بتاعت الثمرات دي اللي هي 14 ثمرة. هتوضح صورتي علاقة الأجزاء بالكل. فاكرين طبعا احنا خدنا في عمليات الجمع علاقة الأجزاء بالكل. هنرسم تمثيل لعلاقة الأجزاء بالكل لمسألة. شوفوا شكل المسألة 14 على 2. هو الحقيقة جابها في الدليل، حتى ما قالش دي علامة ايه ولا اي حاجة، هو حطها كده بالنص وخلاص ان نكتبها على السبورة. لا، احنا نفهم الاولاد بقى دي 14 ثمرة مالها، هنقسمها على، فدي علامة القسمة اللي احنا هنقسمها المشاركة بتاعتنا على كام واحد؟ على 2. طلع كل واحد هياخد كام؟ هياخد 7. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنعمل المجموعة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، اللي هي الكبيرة دي اللي فوق هي اللي هيبقى فيها الكل، يعني ال 14 ثمرة هيكون مكانها في اللي فوق دي. طب وكل واحد خد كام؟ خد 7
بس هنا هنقول ان احنا دلوقتي لما نشارك 14 ثمرة بالتساوي كل صديق من الصديقين هيحصل على كم ثمرة؟ على 7 ثمرات، زي ما احنا شايفين كده، ده خد 7 وده خد 7، باختصار شديد وبرسمة النمزجة اللي هي علاقة الأجزاء بالكل. احنا اذا دلوقتي بنستخدم النمزجة الرياضية عن طريق رسم صورة عشان نشرح مسألة من العالم الواقعي بتاعنا، عشان نتدرب على لنتدرب دلوقتي على مسألتين كلاميتين معا. هنقول ان عندي نبيل 25 قطعة من الحلوى عايز يعطيها لأصدقائه ويشارك الحلوى بالتساوي بين 5 أصدقاء، هيوزع 25 قطعة حلوى على 5 أصدقاء من غير ما يحتفظ بحاجة لنفسه هو، يعني 25 هيتوزعوا على 5. عايزين نعرف عدد القطع اللي هياخدها كل واحد من أصدقاء نبيل، ماذا يجب أن نكتب في الدائرة الكبيرة وكيف تعرفون ذلك؟ الدائرة الكبيرة اللي هي دي هنكتب فيها 25، وعندي بقى أنا هنا إيه الدوائر بتاعة 5 أصدقاء اللي هنوزع فيها 25 دي. تعاونوا كده مع زملائكم عشان تعرفوا عدد قطع الحلوى اللي يذهب، إلا كل واحدة منها هتروح لدائرة من الدوائر بتاعتنا، بس بشرط انهم لازم يكونوا متساويين. استخدم عناصر العد وعد كده يلا عشان تحل المسألة مع التعاون مع زميلك، يمسكوا هما الاثنين 25 ويوزعوها على الـ5 ويشوفوا كده هيحصل ايه، وتجول انت بقى عشان تعرف ازاي بيحل التلاميذ المسألة. طالب التلاميذ عفوا ان هم يشاركوا اجابتهم ويشرحوا افكارهم ويعرضوا العمل بتاعهم لما ينتهوا. هتختار تلميذ عشان يسجل الاجابة على السبورة، هيشاركوا ويشرحوا الافكار ويعرضوا العمل، ويسجل التلميذ اللي انت اخترته بعد ما حدد الاجابة ان ده هياخد 5 وده هياخد 5 وده هياخد 5 وده هياخد 5. اذا وزعت 25 على 5 اصدقاء، كل واحد منهم خد 5. ممكن ولد يتعامل مع الضعف لغاية مضاعفات ويجرب 2 و3 و4 لغاية ما يوصل للـ5 اللي هي هتزوده او هتوصله للـ25 يعني، او عد يعد واحدة واحدة مش قضية، المهم الاولاد دلوقتي في البدايات اللي يقدروا عليه يعملوه، بس لاحظ ان حلولهم وافكارهم ما يكونش فيها اخطاء. هنقول المسألة الثانية، آية خبزت 24 رغيف من الخبز البلدي عشان 8 أصدقاء، يا ترى عدد الأرغفة اللي هيحصل عليها كل صديق إذا حصل الجميع بالتساوي على نصيب متساوي نصيب عادل، هم 24 على كام؟ على 8 أصدقاء. حدد إزاي أنشئ النموذج، هم بقى يجربوا الأولاد، واستخدم عناصر العد عشان تحل المسألة وتشوف أنت هيحلوها ازاي، ويرسموا الدوائر بتاعت علاقة الايه الجزء بالكل بالشكل ده، يعملوا دوائر 8 ويعملوا الدايرة الكبيرة هي اللي فيها العدد بتاعهم اللي هو 5 24. طبعا هيشتغلوا هما ويفكروا في التوزيع بتاعها، هيلاقوها انها هتجيب 3، هقول لهم عمل رائع، طبعا كل واحد من 8 هياخد 3، يعني اذا 24 فيها كام 3؟ فيها 5، فيها 8 3، او فيها 8 ايه؟ فيها 8 3، ممكن نقول كده وممكن نقول كده. ال 24 فيها كام 3؟ فيها 8 3، او ال 24 فيها 8 من ايه؟ من الثلاثات المتساوية. افتحوا بقى كده صفحة الدرس 28 التطبيق، كل واحد هيتعاون مع زميله، وتستخدموا عناصر العد بتاعتكم او اي طريقة تانية تعجبكم عشان تحلوا بيها المسألة بتاعتكم. هتلاقوا الدرس 28 التطبيق صفحة 65 في كتاب التلاميذ، الارشادات بتقول حل مسائل المشاركة التالية. اول مسألة، توجد 16 سمكة مطلوب ان احنا نحطها في 4 أحواض، وكل حوض هيحوي نفس العدد بالتساوي، يا ترى عدد الاسماك اللي ممكن انها توضع في كل حوض قد ايه؟ ارسم صور للاسماك في الاحواض، الصفحة فيها احواض بالشكل ده
وفيها تحت منها ارسم نموذج العلاقة بتاعت الاجزاء بالكل زي ما احنا شايفين. عدد السمكات بتاعتنا كام؟ 16 سمكة. الستاشر سمكة هيبدأوا الاولاد يفكروا ويوزعوا هنا سمكة هنا سمكة هنا سمكة وهكذا، او يشوفوا اي طريقة يستخدموها بيها. ممكن ولد ذكي يقول الستاشر لو قسمناها نصين هتبقى 8، لان انا خدت ضعف الـ8 هي 16، يبقى الاتنين دول هياخدوا 8 ودول هياخدوا 8، يبقى هنا الـ8 دول ضعف الـ4، اذا هنا 4 وهنا 4. دي برضو فكرة من الافكار اللي يوصل لها الاولاد في الاجابة بتاعتها. اذا هيوصلوا لكل حوض فيه 4 سمكات ويرسموا على قد ما يقدروا 4 سمكات هنا و4 سمكات هنا و4 سمكات هنا و4 سمكات هنا، ويبقى كده المسألة اتحلت وعرفوا ان كل حوض سمك فيه 4 سمكات من 16 سمكة، يعني 16 فيها 4 ايه؟ فيها 4 4. طيب، او كم 4 يعني لو بعد ما عرفنا يبقى فيها كم 4؟ طيب 4 4 طبعا. برضو في نفس الصفحة المسألة او اظن في اللي بعدها 65 يعني نفس الكلام اللي بيتقال. والمسألة التانية بتقول بيجهز سامح سلال هدايا، سلة يعني زي شنطة كده او زي سبت صغير كده هدايا، ومعاه 20 برتقالة، عايز يوزعها بالتساوي على الـ5 سلال اللي عنده. تقدر ترسم الصور بتاعت البرتقان في كل سلة من السلال دي، السلال دي فيها كام برتقانة؟ فيها عندي البرتقان بتاعي اللي هو كام؟ 20، ودول 5 سلال. الـ20 بتاعتنا في الدايرة الكبيرة، ونبدأ نفكر هنوزع هنا كام وهنا كام وهنا كام. ممكن نقول الـ20 لو اتقسمت نصين لا دي 5، مش هتنفع الحكاية دي معاها، لازم يمشوا واحدة واحدة ويفكروا فيها. يا ترى الـ20 فيها 5 ايه؟ اللي يبدأوا يحسبوا لغاية ما يوصلوا لان فيها 5 4. اذا كل واحدة فيها 4 برتقالات، ودي 4 ودي 4 ودي 4 ودي 4. يرسموها الاولاد، لكن عشان يوصلوا للـ4 دول بيستخدموا اشياء العد اللي قلنا عليها، فاصوليا، اشياء عد، خرز، اي حاجة. بعد كده في مسألة تالتة كمان. المسألة التالتة بتقول معلمة لدى معلمة 36 قلم تلوين، عايزة توزعهم على 6 تلاميذ، يا ترى هتدي أقلام التلوين هتحطها في الأكواب، يا ترى هترسم، ممكن ترسم لي صور توضح عدد الأقلام اللي موجودة في الأكواب بتاعتنا دي، الأكواب بتاعتنا بالشكل ده، وتحتها انت اللي هترسم دي هم كام؟ 36، وعندنا كام سلة؟ نعد السلات نلاقيها 6، نعمل 6 دوائر بالشكل ده. وعود الاولاد النظام في الرسمة بتاعتها، عايزين 2 يبقى واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية دي، عايزين 3 يبقى واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، بالافكار دي عشان الاولاد يعرفوا. طب هيبدأوا الاولاد يفكروا الـ36 هيوزعوهم على دي ازاي، معاهم اشياء العد. طبعا هتاخد وقت معاهم، مش مشكلة، ما تستعجلش الاولاد، خليهم يفكروا ازاي هيعملوا، وبعدين هيطلعوا ان كل واحدة فيها 6 اقلام. هيبدأوا يحطوا الاقلام الـ6 في كل كوب من الاكواب بتاعة المسألة بتاعتهم. اذا الاجابة ان لما قسمنا 36 على 6 تلاميذ، كلمة على اللي هي الشرطة اللي فوقها نقطة وتحتها نقطة، كان الناتج 6، كان الناتج 6. ندخل بعد كده على مسألة تانية كمان. المسألة بتقول قبل المسألة هتتجول طبعا انت في الفصل وتشوف التلاميذ وهم بيحلوا المسائل الـ3 اللي اتكلمنا عليهم دول، عدد التلاميذ اللي بيستخدموا عناصر العد بتاعتهم قد ايه، وعدد التلاميذ اللي بيحلوا بطريقة التخمين والتحقق، يعني يخمنوا ويجربوا وبعدين يتحققوا هل الحل صح ولا لا. يقول مثلا هجرب 4 في كل واحدة وبعدين يتحقق من ان فعلا وصلت الـ4 الاجابة صح، لا ما وصلتش، يبقى ده اسمه تجريب وتحقق. فهنا بيخمن
يتحقق. ايه الاستراتيجيات التانية اللي بيستخدمها تلاميذك؟ شوف كده لما يفضل 5 دقايق كده من جزئية التعلم خلال الحصة، اديهم اشارة جذب الانتباه، طبعا دي استراتيجية عشان يستعيدوا انتباه التلاميذ مجددا، يستعيدوا انتباههم يعني. بنقول لهم احنا النهاردة شفنا بعض من طرق الحل الممتازة والنمذجة لحل المسائل، تعالوا نشارك الاجابات لكل مسألة بسرعة وبعدين نتكلم عن كيفية حل هذه المسألة. يعني هيبدأوا الأولاد يشاركوا الإجابات اللي هي حلوها ونسمع منهم، وممكن تبقى الأجوبة جماعية والمناقشة، بس المهم إن أنت تصحح الإجابات غير الدقيقة والمفاهيم الخطأ عشان الأولاد يستفيدوا من تصحيح الأخطاء في المسائل اللي حلوها دلوقتي. هيبدأوا بعد كده يدخلوا على تأمل. في تأمل هنقول لهم افتحوا الصفحة اللي هي 28 كراسة الرياضيات. دلوقتي جاي دوركم انتوا عشان تكونوا بقى انتوا معلمين وتفكروا زي علماء الرياضة. انا عايزكم تستخدموا العددين 15 و3 عشان تكتبوا مسألة كلامية للمشاركة بالقسمة باستخدام العددين دول وحلوا المسألة، وتذكروا ان انتوا توضحوا طريقة الحل بواسطة الرسم ونموذج علاقة الاجزاء بالكل. الاولاد هيبتدوا طبعا يفكروا في حل المسألة، اديهم 4 دقايق عشان يكملوا كتابة المعلومات. هو مديهم عددين 15 و3، طبعا مش هينفع ان هو يقسم التلاتة على ال15، فهمهم دي برضو، تأكد من جمع الكتب بعد ما تخلص عشان الاولاد تشوف وجهات نظرهم ايه اللي عملوها في مسألة القسمة بتاعتهم. الصفحة بتاعت المسألة بالشكل ده في كراسة الرياضيات صفحة 68 بيقول له تأمل انت اللي انت تعلمته دلوقتي واكتب لنا مسألة كلامية عن المشاركة بالقسمة، بس الاعداد بتاعتها تكون 15 و3، وبعدين حل المسألة ووضح حلك بالصور ونموذج علاقة الاجزاء بالكل. ادي مثال مسألة، مثلا اشترى تاجر 15 تلاجة واراد نقلها الى المحل في 3 سيارات. خدوا بالكم من العدد المخفي بالالفاظ بالحروف بدل الرموز. 3 سيارات، كم تكون حمولة كل سيارة؟ ارسم صور توضح حمولة كل سيارة. هو عايز يحطهم في 3 سيارات نقل بالشكل ده، وهم طبعا عبارة عن 15 تلاجة. هيوزعهم على 3 سيارات، هيبدأ يحسب تلاجة هنا وتلاجة هنا وهكذا لغاية ما يشوف هيوصل لإيه. هيوصل لإن كل عربية عليها، كل سيارة عليها 5 تلاجات بالشكل ده، وهم واقفين عشان بعد كده يقفلوا العربيات بتاعتهم ويمشوا على المحل. هنا في 5 اهو، وهنا في 5، وهنا في 5. اذا الاولاد وصلوا للاجابة، لسه ما قالش نكتب المسألة يعني، هو بس دلوقتي بيوضح عبارة عن نمزجة بس مش اكتر من كده. طيب يعني بننبه بقى على اولادنا او بنلفت نظر اولادنا في الاخر ان انتوا احسنتم عمل اليوم، تحسن كتير جدا فهمكم لعملية القسمة. شجع عندما تذهبون الى المنزل النهاردة فكروا كده ايه المواقف اللي ممكن نستخدم فيها القسمة او المشاركة بالقسمة خارج المدرسة. وانا اسف للاطالة، معلش شعار القناة موجود هنا، المسو هتظهر لك كلمة اشترك، اضغط عليها هيزيد العدد 1، لكن لازم تضغط على الجرس وكلمة الكل، وبعدين هيبقى انت كده اشتركت في القناة، قناة محمد عبدو، والاسم القناة تحت الفيديو. لو ضغطت عليها تدخل على القناة تختار قوائم التشغيل، ومن قوائم التشغيل تختار الصف والمادة اللي انت عايزها. هحط لك هنا رابط الدرس اللي فات، وهنا القايمة كلها بتاعت الرياضيات، واذا كنت بتدي اكتشف هحط لك القايمة بتاعتها هنا، تضغط على اي قايمة من الاثنين تتفتح الدروس معاك بالترتيب. اذا كان في مكان جنب عنوان الفيديو هحط لك رابط قناتين التانيين تضغط عليهم وتدخل، ويسعدني انك تشترك فيهم وبكده وتفعل الجرس عشان يبقى انت ضمنت ان انت اي فيديو ينزل على قنواتي الثلاثة تجي لك رسالة واشعار بي وتكون اول من يشاهده. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح لاولادنا، واسف جدا للاطالة لان الدرس مهم جدا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.